التركيز على دور المساجد والمؤسسات الدينية في التصدي لظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية هو موضوع ندوة علمية جمعت الأئمة وخطباء المساجد والفاعلين في المجال في ظل الحملة الوطنية التي تم إطلاقها للتوعية بمخاطر هذه الآفة على الفرد والمجتمع. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قامت بحوالي 10,000 عملية، يعني 9,900 وزيادة. هذه العمليات تشمل خطبة الجمعة، الدروس في المسجد، التواصل الاجتماعي، الحضور في وسائل الإعلام الثقيلة، وكذلك الحضور في الإذاعات المحلية عبر كذلك الفتوى من لجان الفتوى، المجالس العلمية، أيضا من خلال الحملات التحسيسية، الخرجات الميدانية، توزيع المطويات. هذه كل نشاط موجود. الآن أصبح الإمام يخرج إلى المجتمع لكي يوصل له هذا الخطاب الذي ينذر بعاقبة وخيمة إذا كان الناس تغاضوا عن هذا السم. لماذا خيرنا الجماعة؟ الجماعة كاين الأب، كاين الأم، كاين الأب، كاين ربما كاين معني بالأمر، يعني رسالة راح توصل أكثر من يصل دو كونفيرونس. ولأن التدين هو من أعظم الوسائل الوقائية والعلاجية لأي آفة اجتماعية، دعا أئمة وخطباء المساجد إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية في المساجد والمؤسسات الدينية لما لهذه الآفة من آثار سلبية على الفرد والأسرة. المؤسسة الدينية ممثلة مثلا في المسجد والمدرسة القرآنية تؤكد هذا المعنى وتدعو الشباب بكل الوسائل التحفيزية لأن يحافظوا على صلاتهم، لأن صلاتهم ستنهاهم عن الفحشاء والمنكر. احنا الان في المساجد يجون التائبين الذين اقلعوا وهم كثر، اقلعوا عن هذه الآفة الخطيرة من خلال التوعية والتحسيس التي يسمعونها من خلال درس وخطبة الجمعة في كل المساجد وبكثافة وخاصة في هذه الأيام. ويبقى تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي داخل المؤسسات التربوية والمساجد وكل الفضاءات المعنية بالعمل التربوي ضرورة قصوى، حماية وحفاظا على الأطفال والشباب باعتبارهم مستهدفين، وهم الذين يمثلون حاضر ومستقبل البلاد.